نبقاو نعفسوا على القوانين كأن هذه الجمهورية ما عندهاش قوانين. القانون ما يسمحش أي إنسان باش يترأس الاتحادية. ولكن ما تنتخبنا رئيس اتحادية من منذ الاستقلال؟ لا جميع جميع معينين من هذه الخطرة. يعني كان القوانين واضحة 5 سنين في ما عندكش 5 سنين شباب الوزاد ما عندكش حق. ولكن الأعضاء تاع الجمعية هما اللي أيضا يعني رفضوا قاعد يديهم عفسوا على القوانين. إبا هوا شنا نخلصوا لك.